هذيك لا سيتاسيون اللي درت فيسبوك قلتها في واحد لا كونفرنس في لو ان سي جي ديال ستات ديال ستاج باردون ديال فاس فاس وي باش نبين ليهم سيتي اون اكروش ديك الدخله الاولى باش تفيق لودونس قلتها بطريقه عنيفه مي شرحتها من بعد ديال ان الا كنتي معول على الدبلوم بوحدو غادي يخدمك فوجد لي زونتي ديبريسور يعني كاينه شي حاجه اودولا ديال الدبلوم لان العصر اللي كنعيشوا فيه دابا ما كتلزمش ليه الحلول ديال البارح ايجوكو ما نقدرش نطبق داكشي اللي كان تيصرى في المارشي ديال 2010 و2090 لدابا يعني دابا المارشي تبدل ديبلوم ايغال امبلوا ولات من حكايات الزمن الجميل